قال تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ألهمها ذاتياً، لا تحتاج لا إلى موجه ولا إلى عالم ولا إلى خطيب ولا إلى مدرس، حينما تخطئ تعلم أنك أخطأت. أساساً لولا الفطرة ما في آلام نفسية أبداً. لو أن الإنسان جبل على الجريمة أو على الكذب أو على أكل المال الحرام يفعل هذه الموبقات وهو مرتاح جداً، ما الذي يزعج الإنسان حينما يعصي الله؟ فطرته.